السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأول من دروس السنة الأولى إعدادي مادة الفيزياء والكيمياء. إذا أول درس هو درس الماء أو دورة الماء. أهداف هذا الدرس هو معرفة المصادر الطبيعية للماء، معرفة أهمية الماء بالنسبة للكائنات الحية، معرفة الحالات الفيزيائية الثلاث للماء، تعرف مراحل دورة الماء في الطبيعة، تحديد مجال استعمالات الماء، واقتراح بعض الإجراءات العملية لترشيد استعماله. إذا أولا المصادر الطبيعية للماء، هنا سوف نبدأ بوضعية مشكلة. إذا الوضعية هي كما يلي: في فصل الشتاء تتساقط الأمطار إما على شكل قطرات مائية أو على شكل ثلوج. ما هي مصادر المياه؟ كيف تتكون السحب؟ كيف تحدث التساقطات؟ وما مآل هذه التساقطات؟ إذن هنا في هذا الدرس سوف نحاول إجابة على هذه التساؤلات من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. إذن لماذا تتساقط المياه ولا الأمطار؟ ما هي مصادرها؟ وكيف تتكون السحب؟ أولا سوف نتكلم عن مصادر الماء في الطبيعة وأهمية هذا الماء. إذن بطبيعة الحال الماء هو يعتبر مادة أساسية للحياة، والدليل قوله تعالى في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو أكثر العناصر الأساسية انتشارا، حيث تقدر نسبته بأكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية، ويشتمل ما بين 65% و 70% من جسم الإنسان. إذن هنا 70% من جسم الإنسان، وأكثر ذلك من في النباتات. إذن بطبيعة الحال نعرف أن الأرض يوجد بها اليابسة والماء. الماء أكثر من اليابسة في الكرة الأرضية. إذا هنا سوف نلاحظ مجسم الكرة الأرضية، هذا هو رسم الكرة الأرضية، هذه هي اليابسة. إذا هذه هي اليابسة، القارات السبع، ثم هذا الماء. إذا الماء يشكل أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية، بينما اليابسة تشكل أقل من 30%. كذلك جسم الإنسان يحتوي على كمية كبيرة من الماء، إذا ما بين 65 و 70%. النباتات كذلك تحتوي على كمية أكثر من الماء، إذا وتقدر نسبة المياه المالحة أكثر من 97% من مجموع مياه الكرة الأرضية. إذا بالنسبة للأرض فيها مياه كثيرة، إذا قلنا أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية، لكن هذه المياه هي مياه مالحة، لأننا نعرف أن المياه، معظم المياه في الأرض توجد في البحار والمحيطات. إذا البحار مثل البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، البحر الميت إلى غير ذلك، بحر الخليج. لكن بالنسبة للمحيطات هي أكبر من البحار، مثل المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، المحيط الهندي. إذا هنا نتكلم عن المياه المالحة، كلها مالحة، بينما المياه العذبة التي يمكن استعمالها من طرف الإنسان هي الأنهار، الآبار، السدود، العيون إلى غير ذلك. إذا هنا 97% هي مياه مالحة، تبقى 3% هي المياه العذبة. هذه 3% يوجد أغلبها على شكل جليد، بينما تشكل نسبة المياه العذبة التي يمكن للإنسان استعمالها أقل من 1%. إذا بالنسبة لنا 3% هي نسبة المياه العذبة، لكنها توجد أغلبها على شكل جليد. إذا كما نلاحظ هنا في هذه الصورة، هذا يسمى القطب المتجمد الشمالي، وهذا يسمى القطب المتجمد الجنوبي. إذا هذه المياه رغم كونها عذبة، إلا أنها لا يمكن استعمالها لأنها بعيدة جدا عن السكان، وكذلك أنها على شكل جليد، نحن لا نستعمل تلك المياه لأنها ليست سائلة. الآن سوف نتوجه إلى الحالات الفيزيائية للماء في الطبيعة. إذا بطبيعة الحال أن الماء يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات فيزيائية، مثله مثل المادة. إذا حالة صلبة، وحالة سائلة، وحالة غازية. إذا بالنسبة للماء، إما سوف يتواجد في الحالة الصلبة مثل الثلج والجليد والبرد. إذا نعرف الثلج، نعرف الجليد أنه يكون في القطب المتجمد، ثم البرد وهو عندما تسقط الأمطار على شكل قطرات صلبة. إذا هذا يسمى البرد، حنا بالدارجة كنعيطلو تيبروري، يعني هذاك اللي كيطيح في الشتاء كيكون على شكل صلب. الحالة السائلة،
الحالة السائلة هو الماء السائل. أين يوجد في هذا الماء السائل؟ مثلا مياه البحار والمحيطات هي مياه سائلة، هي حالتها سائلة. مياه الآبار، الأنهار، السدود، الوديان، ماء الصنبور، إذا كلها مياه سائلة. الحالة الغازية مثل بخار الماء، إذا عندما نضع الماء فوق النار نلاحظ بأنه يصعد بخار بعد مدة، عندما يسخن الماء يصعد بخار. إذا يصعد بخار، هذا هو بخار الماء، وهو الماء في حالته الغازية. إذا ذلك الغاز هو بخار الماء، يعني أنه الماء. الآن نتكلم عن المصادر الطبيعية للماء. للماء أربعة مصادر طبيعية تسمى كذلك خزانات الماء الطبيعية، وهي إذا المصادر ديال الماء هي الأماكن التي يتواجد فيها الماء. إذا سوف نجد الماء إما في المياه الجوفية، المياه السطحية، الثلوج أو السحب. المياه الجوفية يعني المياه التي تكون في باطن الأرض مثل الآبار والعيون. المياه السطحية التي تتواجد على سطح الأرض مثل الأنهار والبحار والسدود والمحيطات إلى غير ذلك. الثلوج كذلك، قلنا أن الثلج هو يعني ماء صلب. إذا الثلوج تتواجد في الطبيعة، إذا هي مصدر من مصادر المياه. السحب كذلك، إذا ماء المطر يأتينا من السحب، إذا السحب هي مصدر من مصادر الماء في الطبيعة. الآن سوف أقول سؤال بالنسبة لنسبة الماء. العذب قلنا هي 1%، هي واحد النسبة قليلة مقارنة مع مجموع مياه الكرة الأرضية، لكنها كافية لجميع الكائنات الحية لكي تعيش في بالنسبة بهذه المياه. هذه 1%، إذا ما قمنا باستهلاكها يوما بعد يوم بعد يوم سوف تنفد بطبيعة الحال، إلا إذا قمنا بتجديدها. إذا لكي تبقى كمية الماء كافية بالنسبة لنا يجب تجديد هذا الماء، ويجب دائما أن يتجدد. هذا التجديد هو ما يسمى بدورة الماء. إذا هنا سوف نتعرف على دورة الماء. إذا يخضع الماء في الطبيعة إلى دورة دائمة من التحولات الفيزيائية، وتتكون من المراحل التالية. إذا هنا لاحظوا معايا هذه الصورة. إذا في هذه الصورة نلاحظ مجموعة من المكونات التي تتكون منها هذه دورة الماء. كنلاحظوا بأن هذا مياه سطحية، هذا مثلا ماء البحر. إذا كنشوفوا بأن هناك تبخر، إذا هذا بخار الماء يصعد إلى الأعلى. كيف يتبخر الماء ديال البحر؟ عن طريق أشعة الشمس. إذا الشمس عندما تتسلط على هذه المياه السطحية فهي تسخنها، ويصعد بخار الماء، لأن الماء يتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية عندما يتبخر، فيصعد بخار الماء إلى الجو الأعلى. هذا بخار الماء يتكاتف فيكون السحب. إذا هذه السحب تتكون من بخار الماء عندما يتكاتف، عندما يتجمع. كذلك هناك لاحظوا تبخر، يعني أن كذلك هنا بعض الوديان ولا السدود مثلا كذلك مياهها السطحية سوف تتبخر. إذا كلها تتكاتف لتكون السحب. هذه السحب تدفع بواسطة الرياح نحو مناطق باردة لكي يتساقط الماء. إذا تتحول كذلك إلى حالة سائلة فتتساقط الأمطار، وربما بعض الأحيان عندما يكون الجو باردا جدا تتحول إلى ثلوج ويتساقط الثلج. إذا هنا لدينا تجمد. هذه الثلوج التي تتساقط على قمم الجبال يأتي وقت فتنصهر، يعني تتحول من حالة الصلبة، لأن قلنا أن الثلوج هي الماء في الحالة الصلبة، وتنصهر تتحول إلى الحالة السائلة. هذه الأمطار كذلك تتساقط على سطح الأرض، يستفيد منها الإنسان والنباتات والحيوانات. إذا جزء منها يمتصه النباتات، بعض الماء يستعمله الإنسان، وكذلك الحيوانات تشرب من هذا الماء، ثم يجري هذا الماء في الأنهار والوديان. ونلاحظ كذلك بعض المياه تتسرب إلى باطن الأرض، يعني تنزل إلى أسفل إلى باطن الأرض، فتكون المياه الجوفية أو المياه الباطنية التي تكون في باطن الأرض. هذه المياه التي تتسرب والتي تنهمر مع هذه الجداول والأنهار ترجع إلى البحر، يعني ترجع إلى هذا الماء فتعاد الدورة من جديد. إذا هذه تسمى دورة الماء. دور هذه دورة الماء دورها هو
تجديد المياه العذبة، لأن الماء ديال البحر هو ماء مالح لا يمكن استعماله، ماء المحيط كذلك مالح لا يمكن استعماله، إذا من أجل تصفيته يتم التبخر، يعني عندما يتبخر الماء يتبخر الماء فقط ولا يتبخر الملح، إذا وكأنه هذه دورة الماء تصفي هذا الماء. كذلك لكي يتجدد الماء، لكي نستعمل الماء مرة أخرى، يجب أن تكون دورة الماء هذه. إذا هذه هي المراحل المكونة لدورة الماء، هنا سوف نكتبها باختصار. إذا تبخر المياه السطحية بفعل أشعة الشمس، تكاتف بخار الماء وتكون السحب التي تدفع بواسطة الرياح إلى المناطق الباردة، تساقط الأمطار في الأماكن المعتدلة الحرارة وتساقط الثلوج في المناطق الباردة، تجمع مياه الأمطار في الجداول والأنهار وتسرب جزء منها إلى باطن الأرض، وتكون خزانات المياه الجوفية وامتصاص النباتات لجزء آخر، جريان المياه السطحية والجوفية نحو البحار والمحيطات، ثم تعاد الدورة من جديد. يعني هكذا تكون دورة الماء. إذا هنا ملحوظة، أي أن الثلج والماء السائل وبخار الماء، كما قلنا سابقا أن الثلج، من ماذا يتكون الثلج والماء السائل وبخار الماء؟ كلها تتكون من مادة واحدة وهي الماء، إذا هي أجسام تتكون من مادة واحدة وهي الماء، لكن الاختلاف بينها هو أنها تكون على حالات فيزيائية مختلفة. الثلج هو الماء في الحالة الفيزيائية الصلبة، الماء السائل هو الحالة الفيزيائية السائلة للماء، وبخار الماء يكون في الحالة الفيزيائية الغازية. إذا الماء يكون في حالة فيزيائية غازية ويسمى بخار الماء. إذا هي توجد على حالات فيزيائية مختلفة، صلبة وسائلة وغازية. الآن سوف نرى مجالات استعمالات الماء. إذا نعلم أن الماء يلعب دورا حيويا في حياة الإنسان وهو مهم، ويستعمل في عدة مجالات، منها الاستعمال المنزلي، يعني من أجل الشرب، النظافة، الطهي، إذا هذا استعمال منزلي. من أجل الاستعمال الفلاحي مثل السقي والزراعة، تربية المواشي إلى غير ذلك. من أجل الاستعمال الصناعي، يعني في الصناعة نستعمل الماء لإنتاج الكهرباء. إذا إنتاج الكهرباء يكون عن طريق السدود، نلاحظ أن هناك سد عنده منطقة مرتفعة ومنطقة منخفضة، وبين هاتين المنطقتين تكون هناك توربينات، يعني واحد المنوبات تدور وتكون مرتبطة بمغناطيس. عندما ينهمر الماء ويمر عبر هذه التوربينات يقوم بتدويرها، عندما تدور وتدور معها المغناطيس ينتج الكهرباء. إذا هذه طريقة إنتاج الكهرباء عن طريق الماء. ثم إنتاج السكر، من أجل إنتاج السكر نحتاج إلى الماء. لاحظوا هنا السكر، الورق، الإسمنت. إذا من أجل إنتاج كيلوغرام من السكر نحتاج 80 لترا من الماء. من أجل إنتاج 1 كيلوغرام من الورق نحتاج 500 لتر من الماء. من أجل إنتاج كيلوغرام من الإسمنت نحتاج 35 لتر من الماء. إذا ضروري نحتاج إلى الماء من أجل صناعة هذه الأشياء. كذلك تبريد الآلات، عندما تسخن الآلات في المصانع نحتاج إلى الماء لتبريدها. مجال المواصلات، كذلك يستغل الإنسان مياه البحار والمحيطات لنقل بضائع والأشخاص. إذا كما نعلم أن من أجل نقل مثلا بضائع ثقيلة جدا، مثلا فيها أطنان من الكتلة، فعندما نريد نقلها من مكان إلى مكان آخر وبين هذين المكانين البحر، لا نستعمل الطائرة بل نستعمل الباخرة ولا السفينة. إذا تلك السفينة هي تمشي فوق البحر ولا تمشي فوق اليابسة، إذا ضروري خصها الماء. إذا نستغل الماء لنقل الأشخاص والبضائع. كخاتمة، الماء هو العنصر الأكثر أهمية على وجه الأرض. إذا كيفما لاحظنا بأن الماء هو ضروري بالنسبة للكائنات الحية كلها، إنسان ونبات وحيوانات، فبدونه لا يمكن لأي كائن حي الاستمرار في الحياة. لا يمكن أن يعيش أي كائن حي وأن يستمر في الحياة بدون ماء، وبالتالي وجب علينا جميعا المحافظة عليه وعدم تبذيره أو تلويثه. مثلا هناك سلوكات من أجلها سوف نحافظ على الماء. مثلا إذا أردنا سقي النباتات، إذا سوف نستعمل واحد الآنية من أجل سقي تلك النباتات، يعني أن لا نترك الأنبوب ديال الماء يعني هكذا يضيع الماء. كذلك إذا أردنا مثلا الشرب ولا الاستعمال المنزلي، سوف نقوم بفتح الصنبور وملء الكأس، ثم عندما يمتلئ الكأس سوف نغلق الصنبور، إذا من أجل عدم تضييع الماء. كذلك هذا الشخص يغسل السيارة، إذا كنلاحظوا بأنه يستعمل واحد الإناء من أجل
غسل تلك السيارة واحد الدلو، لا نغسل السيارة كما يفعل بعض الأشخاص يعني هكذا بالأنبوب، ويقوم برش السيارة ورش الشارع بأكمله. إذن الماء هو ضروري للحياة، يجب علينا دائما المحافظة عليه وعدم تضييعه وعدم تلويثه كذلك، لأنه بالتلوث سوف يضيع الماء وسوف تموت الكائنات الحية بهذا التلوث. أتمنى أن يكون هذا الدرس مفهوم، ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.